يا شباب، اليوم راح نعلمكم كيف راح نعمل أكلة خاصة لفراخ الكناري. نحتاج بيضة ونص جزرة، وهالآلي ما بعرف شو يسمونها. في البداية نقوم بتقشير الجزرة. تنظيف أملاح أو إخفاف المواد الكيميائية التي المغشوشة على الجزر. بعد انتهاء عملية تنظيف الجزر نبدأ بالبيض. بعد انتهاء تقشير البيض نبدأ بالعملية. نقوم بفرم البيض بشكل جيد، لأن بعض طيور الكناري الفراخ لا تستطيع أن تحتلم كميات كبيرة. ثم نأتي بالجزر. والكل يعلم أن طائرة البيض هي مليئة بالبروتينات، والجزر مليء بالفيتامين A. بعد انتهاء عملية الفرم، نحتاج أيضا إلى رش القليل من الباتيه، تقريبا ملعقة، بمقدار ملعقة. ورش على الأكل القليل من البذور البرية أو النيجر، لأنها سهلة التكسير. والفائدة من هذه الطريقة تعليم الفراخ الكناري أكل البذور. نحتاج إلى شوكة للخلط، انتهينا من عملية تحضير الأكل للفراخ الكناري، والآن نقوم بإعطائه للفراخ. نقوم الآن بإعطاء الفراخ الكناري هذه الفراخ عمرها شهر ونصف. تاكي
هذا هو فرق السيسكن والبانزويل. شوف الكناري مع مع ذكر السيسكن. Thank you.